طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة عندنا حلقة جديدة من الجراند راوند عند شمس يونيفرسيتي. معكم دكتور أسامة رفاعي، وشرفت بالحضور الأستاذ دكتور غادة الشايد وكوكبة من الزملاء والأولاد. عمرو جمال كويس، عمرو كويس نجيت يعني. ودكتور مايكل النايب بتاعنا في عين شمس قسم القلب هيعرض حالة، يعني هي حقيقة طف شوية، مش دايجنوستيك قوي في المشكلة، مش في الطفنس في الدايجنوز، مشكلة في المانجمنت. هتشوفوا ان الواحد ساعات بيتحط في ستريسز وتشالنجز يعني جامدة، وربنا وفقنا نختار التريتمنت المناسب لان البيشنت لسه موجود في المستشفى. فدلوقتي كده انا خليك. هو دكتور، بس هو الشير سكرين مقفول، فانا مش عارف الشير سكرين. انا هعمل لك دلوقتي خليك هوست، لازم اخليك هوست. تمام، تفضل. بعد ما اخليك هوست هتبقى انت ايه، شير سكرين. حاضر. ثواني بس، بس انت كده هتبقى انت هوست، وهتبقى يو كان ان شاء الله شير سكرين باذن الله. تمام ماشي. اوكي، انت حاضر كده دكتور. هوست. ايوه كده باينه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني dear colleagues, dear doctors, staff members، احنا النهارده جراند بنقدم الجراند راوند. انا مايكل امين، نايب القلب. النهارده البيشنت بتاعنا هو it's a very interesting case. البيشنت بتاعنا في الرعايه المتوسطه، عين 34 سنه، سموكر، ischemic heart disease. A patient aplastic anemia, VT. A patient past history can present with anterior stemi clip 1 من شهر, for which he underwent primary PCI to his LED or ركب 1 stent. Complaint بتاعته ان هو كان جاي with palpitations of 2 days duration. ثانية واحدة بس مايكل عشان نبقى بهدوء. التايمينج هنا لان الاحداث اصلا متلاحقة in a short time، فانت بتقول جاله anterior stemi، لازم تقول لنا امتى جات له anterior stemi. وحط لها من شهر وحط stent probably LAD، مش كده primary؟ هو يعني ال كان جايب بهيستوري بس مش official report ان هو راكب stent في ال LAD. تمام، هو عنده past history of aplastic anemia. aplastic anemia دي ملهاش سبب او مش متشخصة لا، هو باي هيستوري، وانا باخد منه ان هو عمل بون مارو اسبيريت، وان هو ساعتها الهيماتولوجيست بتاعه قال له شخصه ان هو ابلاستيك انيميا وحطه على بون مارو سبورتس. تمام، لكن ابلاستيك انيميا طبعا بنخاف منها، احيانا بتبقى بان سايتوبينيا، واحيانا بتبقى ريد سيل بس، واحيانا بتبقى وايت سيل او بليتلس، يعني ساعات بتبقى متخصصة ساعات بتبقى بلاستيك كل البوم مرة. فهو كان عنده أي نوع فيهم؟ كان عنده ريد سيل أبليزيا، مين؟ سوري، وايت سيل أبليزيا. هو عنده سيفير ثرومبوسايتوبينيا. طيب لا، ده كده يبقى عنده كله بقى، انت وايت سيل وبليتلس يبقى خلاص كده اكيد. كان الريد سيلز كانت كويسة ولا وايت سيلز؟ الوايت سيلز يعني هي بوردر لاين، حاجة لاحظتها بوردر لاين لو، هي ما بتعلاش عن 5. ال 5 دي مش وحشة يعني، 5000 قصدك مش كده بير كيلو بير كيوبيك مليمتر؟ تي ال سي. لا، على السبورت ما تعتبرش كده بليز يعني. انت طب استنى، البون مارو بيطلع بليتس كام عنده؟ يعني ماكسيمم الرقم اللي وصل له كان 72 73. تمام، يبقى ان البليتلس هنا افكتد. طب الريد سيل كاونت كام؟ الريد سيل كاونت بتاعه هيموجلوبين 11، مش وحش. طب الريد سيل كاونت كان كام؟ الريد سيل كاونت مش فاكر الرقم، مش فاكر اخر رقم يا دكتور اونستلي. بس انت لو قلت لي الريد بس سيل كاونت افكتد، ما كانش افكتد. لا، ما انا عشان كده بقول لك يبقى الدياجنوز بتاعه از نوت ابلاستيك انيميا، ات از ثرومبو سايتوبينيا. يعني انت ده اللي جبته لي انت، انا ما قلتش حاجه. ده اللي ماشي مع الهيستوري. بس هو البيشنت هو يعني كان في سينيور ستاف شخصه ابلاستيك انيميا، احنا برضو مش عارفين
هل هو يعني احنا مجربناش برضو من غير البون مارو سبورت اللي هو بياخدها الايبوبويتين والحاجات دي، احنا مجربناش هو ايه السي بي سي بتاعته فهمت غير قصدك، انت ما الحاجات دي. عندكش داتا بالظبط سابقه تعرف بالظبط بيها كان بلاستيك يعني، خلاص نعتبر ان هو كان بلاستيك وتحسن شويه الهيموجلوبين والوايت سيلز، لكن البليتلتس ار لاجينج بيهايند. يبقى احنا بالظبط كده. مشكلتنا هو دلوقتي حط ستنت والبليتلتس بتاعته كانت كامله لما حط الستنت بقى، عشان دي نقطه مهمه. كان هي الفكره ان هو بريزنتد للهيماتولوجيست بتاعته، الهيماتولوجيست بتاعه البليتلت سيل كان ساعتها على حسب كلامه كان 29 دي ساعتها مشكلة جامدة جدا، مشكلة جامدة، مشكلة غريبة. ساعتها طبعا احنا احنا بندي طبعا كلوفيدوجريل واسبرين والاثنين بيأثروا على البليتلتس فانكشنز، وكمان بيقللوا البليتلتس عند بعض الناس اللي هو طبعا هو مش ناقص اساسا. فاحنا هنا ان اول تشالنج هو ده، ان هو داخل بالبرايمري والبليتلت بتاعته 29000، هتعمل له ايه ده ان شاء الله؟ طبعا انا لا بصراحة ده لو ما كانش ال اي دي يعني يمكن كنت فكرت اديله ستريبتوكينيز الحقيقه يعني، وحتى الستريبتوكينيز برضه مشكله الله، لكن يعني اقل هتبقى في ساعتها وخلاص، احسن ما يمشي دول انتي بليتلتس فور ات ليست بقى 3 مانثس على خلاف بين فقهاء الكارديولوجي. لكن هو تشالنجينج طبعا انك تدي تحط ستنت طيب انا واحد. دكتور اسامه، انا مش تابع، ما عنديش حاجه خالص. نعم انا عمرو عادل مع حضرتك. دكتور لا عمرو، انا دكتور عمرو ما دخلوش برايمري خالص يا دكتور اسامه. انا والله انا فاكر معاك، بس حاله هو عشان ال جنسيه، دي يا عمرو، ال دي بس الواحد يعني بريشس ارتري ما هو الحقيقه. هنا اشوف الفانكشن لو لسه ايوه هبريزيرف الفانكشن، لو عملت ايك ولقيت الفانكشن مثلا 40 50% اشتغل وربنا يستر، انما هتلاتينات وهتفضل تلاتينات ولا اقرب له اسيبه، لان يعني هي هنا طبعا الريورد. تتوقف على هو البرزنتيشن هاو ايرلي احنا ودي. انت عندنا حالة يا قبل مايكل كده في من الانتير سنة، فاشنال تايم كان عندنا حالة من اتفضل. سنة واضطرينا نديله بليتلت انفيوجن يعني عشان نقدر نمنتين، وهنعمل ايه، حطينا له كذا ستنت، وكان مشكلة كبيرة يعني، سبحان الله واضطرينا ندي الواحد ايه بليتلت قلبي. كونسنتريت كتير. هو ده طبعا جاي برايمري، فالحقيقه موقف سيتويشن صعب، انا ما اقدرش الوم الاوبريتور، لان هو لو برايمري عارف لو مثلا ال سي اكس ولا حاجه ولا ار سي لان دوميننت، انا بصراحه ممكن فعلا ما اعملوش برايمري الحقيقه، انما ال دي بصراحه يعني شود جيف هيم ذا تشانس اوف سيفينج برايمري لو في وقته، لو في وقته بقاله انتيرو. ساعة ساعتين تستاهل، أكتر من طب كده ما هنسأل، طب مايكل هو جه امتى؟ جه ايرلي ولا ليت؟ جي هو جي هو جي ليت هو جي بقى يعني، لا ساعة خد بالك انا أول بسأل، first incident ولا second incident؟ انا بسأل الفيرست انسيدنت اللي انت ما شفتهاش، اللي هي اللي الفيرست حط له فيها انسيدنت ستنت. هو لا يعني هو اي هو كان ساعتها متهيألي ان هو كان جي ايرلي، لان هو ساعتها الايكو بتاعه كان كويس يعني، الفانكشنز على لا انتيريور هو تاليا. ما فيش حاجه اسمها متهيألي يا دكتور، الانسيدنت اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي بين تو دور قد ايه، دي معلومه محدده ما فيهاش متهيألي. يمكن ما عندكش المعلومه دي يا مايكل ولا لا ايه، ما ولا عنديش عندك؟ المعلومة دي. لا طيب ماشي، لكن يعني طب عندك داتا حتى بعد الايكو بعد ما عمل البرايمري بي سي اي ده هي ايه؟ عندنا الايكو بتاعه يعني بعديها على طول كانت فانكشنز حلوه الفانكشنز كان 40%. مش بطال يعني، اتليست ما دخلش مايوباثيك. طبعا الاوبشنز في دكتور محمد حسن مدي هنا اقتراح يعني بيقوله نحط اونكس ستنت على اعتبار ان فيها ستادز اتعملت على دول انتي بليتلتس 3 مانثز، والزايرس كمان عملوا 3 مانثس، وفي حاجه اسمها بايو فريدم كانت من فتره 1 مانث، وريسنتلي كمان قالوا ان ممكن 1 مانث يتعمل دول انتي بليتلتس مع بعض الحذر يعني. طبعا باخدها بحذر شويه يعني، ده اللي دي يعني ستنت ترومبوز هنا تساوي كثير جدا، فاحنا ده التشالنج بتاعنا، لكن هو ده اللي حصل فعلا، والبليتلتس بتاعته كانت ايه 29000. حصل ايه بعد كده بقى؟ اللي حصل بعد كده السينيور هيماتولوجيست ستاف ادفايز ديم ان هو يستوب الكلوبيدوجرال بتاعه 10 دايز واو بيفور الانست اوف ذا نيو يا سيمبتومز حلاوه، اللي بريزنتد بيها لينا. يعني هو كان ماشي كويس لحد ما الدكتور نصحه. انا طبعا يعني انا محط نفسك في مكانه، خلي بالك برضه الموقف صعب، ده هو هيماتولوجيست ولاقي بليتس 29000 وبياخد بلاكس، هو طبعا ترو مش مقدر خطوره ان البلاكس ايوه لما يقف. لايف ثريتنج على طول بليدنج يا دكتور سام.
يعني هو موقف صعب والله يا عمرو، يعني انا مش قادر الوم الهيماتولوجيست قوي. انا كده بقول لحضرتك انا ما كنتش المسه من الاول اسيبه. والله يا عمرو ماشي، بس الاي دي الواحد بيبقى عارف يبقى دايما معاه قلبه معاه كده عشان يخلص يعني... الفانكشنز صعبه يعني صعبه. ما هو ما هو اللي حصل هو وقف البلافكس وقفل. طيب بعد ما وقف بلافكس بقى حصل 10 ايام حصل ايه بقى؟ ابتدى البيشنت didn't develop chest pain but he developed palpitations لمدة يومين. ساعتها presented private hospital CCU سكل ECG ساعتها VT واخد لودين كوردون وزيلوكين واخد maintenance for one day duration. ورينا الـ ECG لو سمحت. ECG الرن هوري لحضرتك الـ ECG ثانية واحدة. ده الـ ECG ممكن تكبره لو سمحت. ليه طريقة معينة كده؟ هاتش الـ ECG في السلايد اللي قبل كده. والـ ECG اللي في السلايد اللي قبل كده ده بعد ما كان يعني بعد ده في الـ private hospital. ده الـ ECG بعد ما يعني ده بعد ما رجع. بعد ما رجع. ماشي وايد كومبلكس. بس انا عايز معلش نكبر شوية لو سمحت. هي ليها طريقة معينة ليها. بص كده تدوس على حاجة معينة. ايوه لا في حاجة. اسأل حد من اللي جنبك كده بتكبر. هو واخد رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي دكتور اسامه. واخد رايت باندل فعلا يا عم. ووايت كومبلكسز طبعا ده اهو. بص يعني رايت باندل ده ايوه جنبي واخد والاكسس بتاعه ليفت اكسس هو او انديترمنت يعني ليفت لا برضه بيمشي. لا ليفت يمشي ليفت اكتر. وانا طبعا في هنا مش باين قوي. كنت عايز اقول من الاي في دي اسوشيشن لكن انا شفت الاي في دي اسوشيشن عنده بس طبعا ده صغير قوي. سي ده وايد كومبلكس بس ما كانش عامله سينكوب ولا حاجه مش كده؟ لا خالص يا دكتور. حتى البيشنت يعني as long as we go through الهيستوري بتاعه هو بيشنت بيديفلوب الفي تي ما بيبريزنتش باي سيمبتومز. احنا بس بن اكسيدنتال فايندينج ثرو المونيتور بتاعه يعني طول الادمشن. خلي بالكم هنا الريت بتاعه 150 يعني برضه التولريتد. واخدين بالكم يعني مش 180 و200 وكلام من ده. عشان كده هو متحملها بروبابلي ان هو كان على بيتا بلوكرز ومونومورفيك كمان يا دكتور اسامه. وشكلها مونومورفيك زي ما دكتور عمرو بيقول. فهنا يعني بقى هذا السؤال يا عمرو. هل احنا عندنا نقدر نقول دي سكارليتد ليس ذا ستيكس مونومورفيك وسلو في تي زي ما حضرتك شايف كده؟ ممكن في الغالب وقد تكون اسكيميا او علامه على اسكيميا وبدايه طبعا ما حدش يقدر يقول قوي. مثلا يعني احنا عندنا هنا عندنا حاجتين يا اما ده سكارليت بس الحين فيري ايرلي يعني سكارليت يعني دوبك اول مانث بس والفانكشنز بتاعته انا ما اعرفش كانت كام ساعتها بس يعني مش وحشه قوي قبلها. وفي نفس الوقت زي ما قلت يا عمرو ان هي ايه مونومورفيك الحقيقه ممكن تمشي او تمشي ان هي اكيوت اسكيميا والارتري بيوشى ورعاه ان هو انستنتيف لان احنا دي بعد ما وقفنا البلافكس ب 10 ايام وده التيبيكال تايم بتاع الاكيوت او يسموها سب اكيوت ستنت روموز. فيعني مشكله. طيب انتوا عملتوا ايه طيب بالنسبه للفي تي ده هو؟ دكتور هو احنا ساعتها البيشنت جي عندنا بريزنتد في الاي ار طلعناه على طول على السي سي يو عندنا. ابتدى اللودينج كورد ابتدى ساعتها عندنا لودينج كوردرون بعد كده الاي سي جي بتاعه يعني لوحده فك يعني رجع ساينوس ريد. بعد كده ساعتها المدرس طوارئ ساعتها ادفايزد ان احنا بالهيستوري اللي موجود لا احنا لازم ندخل نصوره يعني نعمله كوروني انجيوغرافي عشان نشوف ايه وضع كورونيز لا تكون حاجه نيو انسيدنت.
صحيح برضه التفكير ده مظبوط برضه الحقيقه. فعلا. طب قول لي كنت جايب ايه اهو؟ بس هو الاي سي جي معلش دكتور اسامه يورينا الاي سي جي ده ما فيهوش انتيرو انفاركشن قبل كده. يعني الاي سي جي لما فكر يعني دكتور هو ما فيش اي اي سي جي كان مبين ان في انتيرير نيو انتيرير انفاركشن. هو كل الاي سي جي هاته ولا قلت يا ابني. نعم يا دكتور. طب هات هات القديم هات اللي هو الاي سي جي مش مبين انتيرير. لا خالص اه مش مبين انتيرير انفاركشن. يعني انت متاكد من الكلام ده ان هو كان انتيرو ستامي؟ كان انتيرير ستامي اه. طب يعني بصراحه زي ما بقول عمر شكلها بورا روي بروجريشن كده يعني ولا حتى في بور يا دكتور اسامه ده فيها اراطه اهي من يعني في 2 و3 فيها اراطه. هو التشست ليدز هنا مش عارف يوري يعني حضرتك من ليد 2 هي فيها رايت باندل سوري ده واخده رايت باندل. طب استنى ده كلام مهم قوي لا انت لا لا بس انا شفت له فيوز يا عمر انا شفت له اي سي جي في كيو ار باترن في التشست ليدز دي فيها رايت باندل. طب استنى ما ليه ما يكونش ده مش في تاك يا دكتور اسامه اذا يكون ده رايب باندل ده يكون دي سوبر اساسا ممكن طبعا لكن هو الاكس بتاعه ما اتغيرش زي انا دلفت اكسس وبرضه هتلف اكسس لكن انا في اي سي جي شفته بنفسي امبارح وانا بمر كده وريتهم حتى ان عنده اي في دي اسوشيشن هي موست بروبلي ان هو كان فعلا كفي اي سي جي كفي ام دي اسوشيشن اه فعلا لكن انا بتكلم مع دكتور عمرو بتكلم على اللي قدامه يعني انت ما جبتش الاي سي اللي فيه ريفيزيشن كنت حاجه تجيبه عشان كنا نعلمهم برضو كده لكن ده ما فيهوش ففعلا الاحتمالين واردين هي سوبر فيتريكل تاكارد ويز ابريشن او ليفت باندل برانش او يعني باندل برانش بلوك مورفولوجي هنا رايت باندل يا اما تكون فعلا في دي او سلو في دي لو انت عايز تحط حته يعني انت طيب كمل كده هو اتحسن لوحده هو ديفيرتد لوحده دخل عمل قسطره ولا عمل ايكو الاول؟ لا هو دخل يا دكتور عمل ساعتها قسطره الاول ما بصتوش عليكم بصه كده قبل ما تدخلوا يعني برضو كانت تبقى كويسه يعني هو احنا دخلنا وبعد كده يعني كان في ساعتها كان قبل البرزنتيشن هو كان عامل ايكو يعني الايكو اللي هو اتعمل اول واحد الفانكشنز 40% ده كان يوم 4/1 اوريدي بعد كده الايكو الثاني اتعمل كان برضو اتعمل بس بعد كوروناري انجيوغرافي. طيب بعدين بقى هتجيب لنا فيلم هجيب لحضراتكم الفيلم ثانيا. طيب يلا بسم الله الرحيم اهو ده سوري انت باينه الله 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 الله, الله. يبقى كلام فعلا ان هو ده كويس. احنا عندنا الار سي اي بتاع الار سي اي كان ار سي اي بص بيمنا ال اي دي يا جماعه بص بيمنا اللي دي ريترو جريد يعني الظاهر ان هو كان في الاول زي ما يشبه فانكشنال سي تي او وبعدين قفلت وبعدين فتحت بي سي اي وبعدين رجع تاني قفلت بعد ما وقف الكلافر شايفين وعشان كده هو الفانكشنال ما بقتش قوي قبل كده دكتور اسامه طبعا اسكيميك قبل كده انا عايز اقول ان هو ما بقاش شوك ده مثلا او ما بقاش بالمودر اديما اهو لا خالص غير ان هو هنا بيجي له بلاد من الار سي اي بالظبط فهو هنا باين في انستانت ترومبوزس وري الاستامب كده شاور عليها يا مايك هنا اهي السبايدر فيو مبينها هنا ايوه مظبوط مفيش انتي جريد فلو لكن هو من بيملى ريترو جريد من رايت كوراي سبحان الله دي رحمه من عند ربنا علشان ما يجيلوش شوك ان ذا فيري بروكسيمال رايت باندل بقى دي هل دي ريسنت ولا طبعا ممكن تبقى ريسنت بالمصدر يعني فيري بروكسيمال اوكلوجن في الليل دي. طيب هو فتح الليل دي بالظبط هوري لحضراتكم الصوره اهو ده هنا بيحط البي تي سي اي تمام. طب ما يعني انا هفتح الليل دي ومش هقدر ادي انتي بليتلت هنعمل ايه بقى خلاص احنا زي ما قلت يا جماعه شايفين احنا تشالنج يعني تحديات وكل واحد ورا الثاني كل واحد اصعب من الثاني احنا لسه يعني قدامنا شويه تحديات كمان لا ايفن كان ساعتها كان راي الاوبريتور ان احنا نعمل بي تي سي اي بس وساعتها ما نفعش يعني هو ده الفلو حتى ايفن افتر البي تي سي اي فلو مش كويس خالص ايوه يعني ما هو في سمو ده هو ما في هيفي ثرومبس بيرد
طبعا مش عامل زي بالظبط. طيب وده كان اخر فيو لي اخر فيو ده. كمان. لا ده وهو هنا بيحط الدعامة هو حط دعامة دايما. تانية جوه ال يس وانا ده انا شايف ان هي يعني الديستال فلو وحش قوي، احط دعامة ازاي بس؟ هو حطها كده يعني، جت معاه الحمد لله من عند ربنا كده. هو الحقيقة كان محتاج يعمل يعني يدي شوية تراجيل وبتاع ويخلي الفلو أحسن من كده قبل ما يحط الستنت. وحط ستنت تانية اوفرلابينج بالظبط كده. اللي جوه، حتى اوفر سايزد شوية، لكن اتليست في يعني بيملى بيملى ديستري. وإن كان صغير ممكن يبقى سباستيك، الله أعلم ممكن يبقى سباستيك. أتمنى يكون شال الواير وعمل حقنة كمل كده، لأن الواير نفسه بيعمل سباستيك. طب الفي تي بقى حسنت ولا لا؟ نعم يا دكتور. الفي تي الفي بعديها تي هو اتحسنت؟ بعد ال 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 بعد ال بعد ال بعد الكورونري انجيوجرافي عمل ايكو، الفانكشنز دروبت تو 30% برضه. اي كاينتيك ال اي دي ده ستوك ذا فانكشن جريد 2. كان ساعتها في كان الستاف اللي عملوا ايكو شايف كويري ال في ثرومبس او كويري فيلينج ديفكت في الايكو. بالليل في ثرومبس كمان يعني قد يكون، احنا قلنا دي كانت كويستشنبل ما كناش عارفين بالظبط قوي هي موجوده ولا لا. بالظبط بالظبط. ساعتها كان رأي الهيماتولوجيست ان احنا نمشي على ابيكسابان which is not studied في الال في ثرومبس. يعني هو الترايلز كلها على الماريبان وفي سمول ترايلز على الريفاروكسيبان. انت قصدك عشان في احتمال ال في ترومبس؟ طبعا هنا الحقيقه الهيماتولوجيست ما خدمناش ابدا يعني، ادانا بوكسه بالظبط كده. اول مره وتاني مره بوكسه تانيه بس احنا ما خدناش بقى منه، مش كده هم ولا ايه؟ هو بس هو بالنسبة للهيماتولوجي كانوا بيفكروا في الابيكسابان عشان الفكرة ان يعني برضو حاجة مش ستوديد بس يعني باي كونسنسس ان هو it has a lesser risk of bleeding. بس فهم مع الثرومبوسايتوبينيا فضلوا الابيكسابان. لا لا ما نقدرش ندي، ما عندناش طرز على بيكسفان في اللي بيتروم. بالظبط بالظبط بالظبط. بس ساعتها patient didn't develop any symptoms او اي ECG VT لمدة يومين. ECG بتاع كان normal sinus rhythm with frequent PVCs. بعد اليومين دول احنا كنا كان full monitoring patient developed ساعتها VT. كان رأي ال EP consultant اللي ماسك الحالة ان احنا ندي لودنج كوردرون ونعمل دي سي شوك. ساعتها انا يعني انا عملت له دي سي شوك 1 2 3 تايم هو الفي تي ريزولت. وبعد كده الاي بي الكونسلتنت ساعتها نصحنا ان احنا نحطه على زيلوكين بومب بريت 6 وكوردرون بومب يعني ايه 6؟ بص خليك معايا انا ما احبش الارقام المطلقه دي، خليك ايه اللي دقيق. هو 6 يعني ايه؟ 2 مللي بير مينت، 2 مللي 2 جرام، مللي جرام بير خليك دقيق مينت، كمان. 2 مللي ايوه جرام كده سوري 2 مللي جرام بير مينت. تمام، دي الستارتنج دوز والماكسيمم 4 مللي جرام. فانت بدات بدوز اميدورون بامب اديت له قد ايه يعني؟ يعني كام دي 4.2؟ ايه دي عباره عن ايه؟ 4.2 عبارة عن 2 امبول على سيرنج 50 بمعدل 4.2. طب شكل الفيتاك كان شكلها ايه يا ميخائيل؟ هو انا مش شكل الفيتاك كان زي الاول زي الاولانيه اللي جاب بيها؟ لا ماشي سيم مورفولوجي. نفس المورفولوجي عمرها شفتها كذا مره كذا مره الحقيقه، هي شكلها سيم مورفولوجي. يا دكتور يعني طيب ممكن ماشي، تبقى سكار سيم ريليتد بقى مورفولوجي فعلا، سكار ريليتد الدكتور اسامه مش بروبلي فعلا فعلا. لكن استجاب للاميدورون بامب وكده مع فعلا يا دكتور. يعني مع الزايلوكين والكوردرون بامب البيشنت رجع على بايجامني، يعني الاي سي جي بتاعه رجع على بايجامني وكان الريت بتاعنا في حدود هارت ريت 70 ل 80. يعني هو ده الاي سي جي. طيب انت طبعا عملت تشيك للمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. لا انا كنت انا يعني كنت بسحب كيمستري
كل يوم بفول الكترولايتس عشان تشكل عشان تشكل على الالكترولايتس. هنا بقى عمرو باين البولر ويب بروجريشن فعلا زي ما قلت باين. أيوة. فعلا هنا باينه. ايوه هنا باينه فعلا. وبعدين فريماتشورز طبعا كثيره جدا تكاد تكون بجامني فعلا بالضبط اولموست بجامني الحقيقه يعني كل سكند بيت فيها بريماتشور بيت والاكسس ستيل برضه. احنا ماشيين على 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 بلافكس ولا ماشيين على ايه دلوقتي بعد الستنت الثانيه؟ بعد الستنت الثانيه احنا ماشيين على بلافكس برضه سين عشان عشان البي كان هيبقى بريدنج ديسك كتير قوي كتير قوي بعد شهرين نحل ممكن يعني يعني الستنت يعني طب يعني احنا ماشيين على بلافكس وابيكس ابان كنا ساعتها كنا ماشيين على ابيكس ابان as per recommendations بتاعت الهيماتولوجي ديبارتمنت. يعني برضو احنا ما كناش مقتنعين بيه قوي بس يعني احنا قلنا ان يا عمر هنعيد الايكو تاني لان كان طبعا كروشل جدا نغير كل البوليسي بتاعتنا ونضطر نديله اورال انتي كواجلانس بقى وتريب ساعتها حاجه بقى يعني مشكله. ساعتها دكتور اسامه ودكتور تامر ابو عرب مروا معانا طبعا ما حد يعني دكتور اسامه ودكتور تامر ما كانوش مقتنعين بموضوع الابيكسابان وان حاجه ان هي حاجه مش ستدي احنا ليه بنعملها. بس وساعتها انا طلبت من سينيور ستاف انه يعمل له انذر ايكو عمل له بيت سايد ايكو ودي كانت ده كان الفيديو. ايوه ورينا بقى. مايكل ينفع تكبر صورة الفيديو؟ ترى هذا رأيك في الإيكو ده؟ صعب أكبره دلوقتي بعد ما عملت أدت. طيب هو وطبعا في كينيتك إيبكس بس صحيح. المشكلة إن أنا شايف شوية فيوجن يعني هل ساعتها السينيور ساف يعني قال عليها بس يعني كانت حاجة رم ما كانتش حاجة significant يعني. ده خطر جدا يا ابني لان شوية الفيوجن دي ممكن تكون فيه رابشر وسكيور احنا مش قادرين بس بس يا دكتور لو سمحت ليه يا مايكل شفتش. حاضر يا دكتور ليه تاني كده دكتور هذا قول لنا رأيك ايه في الايكو دوت كان على كروشل جدا الديسيجن بالنسبة له إذا كان في هو إيه كانتك ماشي بس هل في حاجة فعلا ولا لا؟ طب ما عملتش هو ما كانش في طريقة ما كانش في طريقة لأخذ الصورة أوضح من كده يعني في طرق إنه السلايد شاشة الإيكو تبقى مالية السلايد يا مايك كده مش واضح خالص. معلش يا دكتور أنا بس كنت عايز أكتب السينيور ستاف كومنت جنب الـ جنب الـ هو يعني دكتور غادة ممكن تعملي زوم بس للشاشة بتاع موبايل حضرتك؟ تمام حضرتك عايزاني ابلاي الشاشة طالع فيها صور ناس ولا انا متهيألي شكلها غريب جدا. هو ساعتها السينيور ستاف اللي عمل الايكو قال لا الفانكشنز هي ميس 30% هي ما بين 20 و 25 ودايليتد دايمنشنز برضه اي كاينيتك بس هو مش ساعتها بس هو ساعتها هي مش باين بصراحه كده مش لا يا دكتور هي ما هي دي الفكره بقى هو ساعتها هو في هافي سك يعني هو في سك في ال في هافي سك في ال في ال يا ابني بس يعني هنا فكره الرابشر ماشي بس فساعتها كان هو ال ال ال, ال كان ما بين انها ان دي فايبرس تيشو مكان السكورد ال اي دي تريتري او فيرسز اورجانايزد فيري فيري اورجانايزد ثرومبس ساعتها كان الاوبشن كان السينيور ستاف قال ان هو 4 سي ام ار خصوصا للبيشنت عنده هيستوري اوف اوتوميون ديزيزز فهي هل ممكن تبقى حاجه اسوشيتد انفلتراتيف معاها كمان واحنا اكتشفتها باي اكسيدنت مش عارف يعني لا ما فيش ده افكر كده اصل انت عندك ديفرنشن وبتاع يعني نقعد نفكر في كذا دياجنوز لا انا بصراحه ده ايه كانتك ايه بكس الحقيقه ومش واضح من فيه ثرومبس زي ما الدكتور غادة بتقول بصراحه انا موافق معاه بالظبط مش واضح بصراحه
طب اذا احنا ايشو دهوت هيخلينا نبتعد شويه عن الاورال انتيكوابلانس ونكتفي بالدول انتي بليتلت. طب البليتلت بتاعته كام بقى يا استاذ دلوقتي؟ الاخر بليتلت بتاعته النهارده 76، مش بطاله. ده ماكسيمم، ده هو النهارده اكشلي ده ماكسيمم نمبر اللي وصلت له البليتلتس. ايوه هو دلوقتي على دول، على دول ولا بلافكس بس؟ على بلافكس بس، بس هنرجع دول يعني، بس احنا عايزين ناخد برضه دول راي الهيماتولوجي ان احنا نرجع دول انتي بليتلت. طبعا هو في ريسك طبعا البليتلتس تنزل بالظبط كده. هو ما بيدلوش هما ستيرويدز ولا اي حاجه انيوران انيورو سبريسنت؟ لا دكتور، ده هو ماشي. انا يعني هو في الكرنت ميديكيشنز هو ماشي على ايبوبويتين وسانديومين، حاجات كلها امينو سبريسنت، وماشي كمان على سوليبراد 20 ملي جرام كل يوم، فهو ماشي على امينو سبريسنت دراجز، بس هو ده الماكسيمم اللي هو وصل له يعني. هو انا عندي تساؤل دكتور اسامه، يعني انا في غير ال LAD ليجن او ال LAD افكشن انا مش شايف حاجه في بقيه الفيسلز، هل ده ممكن يكون ارترايتس؟ احنا بنتعامل مع ارترايتس. والله يا اخي دكتور سامع، انا سامع ايوه بفكر معاك يعني في الموضوع يعني. لكن يعني هو مش يعني هو ما كانش سموكر ده ولا حاجه، حرير وشايف ال سي اكس حرير وشايف ال LAD مقفول، انا مش في الحقيقه مش قادر يعني اشوف حاجه فيه تانية، فانا ايه المانع ان ده يكون ارترايتس وما كانش لها داعي للاستنتات ولا كلام من ده خالص؟ والله يا عمرو انا ما اقدرش اللوم. بس احنا يعني بصراحة بنشوف كتير سموكرز ال LAD لوحده افكتد وبقيه الشرايين كويس. مظبوط، واليانج ايج بالذات يا عمرو يعني في الحقيقه انا ساعات بنشوف مايلد بلاكس، لكن يعني في الحقيقه شرايين حرير لو مايكل يرجع لنا الاسطاره ده شرايين يعني نورمال خالص. يعني حتى بين الرايت كوروناري انجيوغرافي وتكون ده جزء من الاوتو اميون ديزيز. وانا في الحقيقه يعني بص يا عمرو استنت ما كانش له لازم، هو الفانكشن امبيرد كمان زياده بعديه. عموما ده رايي انا، مش انا في يعني ممكن نختلف عليه، بس انا شايف الريترو جريد ده الحقيقه يوري ان هو كان زي فانكشنال سي تي او 99% اوكلوجن، يبدو ان هو كان فعلا اسكيميك وكان اسيمتوماتيك لحد لما حصل ايفنت وقفل الارتري وكان هو. لكن يعني خلينا في السكه دي طبعا عشان ما نرجعش ورا. دلوقتي هو حاليا احنا خلاص اتفقنا يا جماعه ندي انتي كوجلس ولا خلاص اوت؟ ايه رايكم؟ لا رايي لا، ما نديش انتي كوجلانت، ندي انتي بليتلت بلافكس بس وخلاص. هندي بلافكس واحد وكده هيشيله، مش هيجيله ستنت اوكلوجن تاني ولا حاجه، مش عارف ايه رايكم؟ ولا دول وخلاص وربنا يستر بقى وخلاص ونكمل اتليست فور. هو حاطط ستنت يعني نوع ايه؟ طب ما عرفتش. حتى لو قفل يا دكتور اسامه انت خايف على ايه؟ ما هو خلاص ال دي التريتوري كله كاينتك، حضرتك خايف على ايه؟ يعني نسبيا عايز فايبيليتي بقى وبتاع والكلام ده، لكن اتليست يعني ما فيش يعني حضرتك من شكل الايكو ده ما فيش ال دي شغال خالص يعني. واضح ان الثرومبوتيك تندنسي بتاعته اكتر بكتير من الهيموراجيك تندنسي، بدليل ان هو اول ما وقف بلافكس هوب على طول جاله ايه؟ جاله بدل ما جاله بليدنج، واخدين بالكم، وثرومبوسيتوبينيا اكتر، جاله ثرومبوزس. فاهمني؟ يعني البيشنت بتاعك دهوت او بتاعنا يعني هو الثرومبوتيك تندنسي بتاعته والريسك اكتر بكتير من الهيموراجيك ريسك. فاعتقد ان هو فعلا تو ريزيوم الدول انتي بليتلتس ات ليست فور 1 مانث، وبعد كده نمشي على سنجل انتي بليت. السؤال بقى، عايز اسالكم سؤال يا جماعه، والله احنا بس عايزين نعرف تشخيصه ايه في الهيماتولوجي او في الاوتو اميون ديزيز. خليهم يقولوا لنا كده تشخيص بالظبط. دكتور هو في اكتشلي ستاف يعني، هم الستاف اللي كان بيتابعوا يعني كان بيتابع معاه، هو اكتشلي ستاف عندنا في عين شمس، وهو بيبعت كل يعني كل شويه بيبعت نايب هيماتولوجي بيجي يطمن على الحاله بنفسه يعني. برضو ده حاجة، وهم برضو يعني أوصلهم يعني، حاولت برضو يعني، بس هم حدش جه امبارح بعد ما عملنا الإيكو ده،
كنت عايز اسالهم على الافيلابيلتي ان احنا نرجع دابت، بس هو ما حدش منهم جه، بس هبعت لهم ريكوست يعني ان شاء الله بكره تاني. بس تخلي بالك ان هم زي ما قلت لك يعني اسالهم يا ابني، احنا دي شغلتنا احنا دي التشخيص. انا مش عارف المشكله يا دكتور ان هو يعني هو اللي هو البروف الوحيد معانا الورقه اللي جاي بيها من الستاف، لكن اي ريبورت هو يعني حاولت ان هو يجيب بقيه ورقه هو معهوش بقيه ورقه. بص سؤال واحد، ايه هو التشخيص ده؟ سؤال مش صعب يعني، وخصوصا ان انت هم مهتمين وبيجوا. احنا عايزين يعني، احنا كل ما بنسالك على التشخيص بتقول ده في سينيور ستاف متابعه على عيننا وراسنا، بس عايزين نعرف العيان تشخيصه ايه. هو دكتور هم الستاف مشخصوا ابلاستيك انيميا، يعني ابلاستيك انيميا اسمعهم تاني كده، مش تشخيص يعني، ده وصف للوضع، لكن ايه السبب؟ وعلى فكره الاريثروبويتين صح، الاريثروبويتين على فكره باي ذا واي از ثرومبوجينيك كمان، يعني اي ثينك ان احنا هو الكومبليكيشن بتاعته كومن جدا ان يجي بثرومبو امبوليك مانيفيستيشنز، شفت منها كذا حاله الحقيقه يعني. الحقيقه لا هو على النار. فاذا انا اعتقد it should be right to give him a dual antiplatelet ان هو thrombotic tendency بتاعته is high either from his own disease او حتى من الدراجز اللي هو بياخدها. اوكي اعتقد كده. ايه رايكم يا جماعه نكمل على الدول؟ بس احنا مش عارفين الدكتور اصلا الهيماتولوجي عندنا قلت لك 29 وبقت 76. حلو، هي ليه كانت 29 وليه بقى 76؟ احنا مش فاهمين حاجه. هو ايه ديزيز وايه طبيعته؟ خلاص احنا عايزين نعمل يعني حد يكلمهم كده بيرسونالي يعني، بحيث ان احنا نسمع منهم الحكايه. لكن بصراحه يعني ادي ديول اسمع كلامه قوي وبعدين الاقي بقى الله نتابع. أوكي. انا رايي نجيب ده الانتيبليسز يا دكتور سامع عشان نشوف الديزيز ده في ثرومبوتيك تندنسي، في بليدنج تندنسي، احنا مش عارفين حاجه. لا مش عارفين ازاي الراجل يعني كسر على انيابي، يعني هو الراجل مجرد ما وقف بلافكس جاله ثرومبوزس فورا، وكان البليتس بتاعته واطيه ما جالوش بليدنج. لا ده هو طبعا الثرومبوتيك تندنسي هاير ماتش هاير ذان هيز بليدنج تندنسي، واضح هو نفسه كده يعني. اعتقد يعني ان هو نفسه يعني ثرومبوسايتو يعني هنتابع، انا رايي نتابع ونشوف. طيب احنا نسال الهيماتولوجي، هنسال الهيماتولوجي مايكل عشان نتاكد منه. نكست ستيب نكمل في حاجه تاني. يا دكتور هو اللي حصل ان احنا ابتدينا ننزل دلوقتي بالزايلوكين وبالكوردرون وصلنا ان احنا شلنا الزايلوكين خالص، شلنا الكوزايلوكين واحنا وصلنا ان احنا بنبتدينا على الكوردرون ابتدينا لودنج اور الكوردرون اللي هو الكوردرون 200 2 3 في 7 تعمل ميوت بس للناس كده. نعم تعمل ميوت لبقية الناس لو سمحت. بس يا دكتور فهو ساعتها بعد الايكو ده اللي حصل البيشنت دخل في 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 تي تين، يعني كان بقاله كده كان بقاله يومين ثلاثه على ان الاي سي جي البايجيمني بتاعه، لقيت بعد ما شلنا الايكو العين دخل في في تي. فساعتها كلمت الاي بي كونسلتنت المسؤول عن الحاله، قال لي تو جيف هيم دي سي شوك. بس ساعتها البيشنت ريفيوزد عشان هو يعني البيشنت ريفيوزد عشان ساعه الدي سي شوك الاولانيه هي يعني هو حس بيها، مع اني انا كنت بديله فول سيديشن، يعني انا كنت بديله دورميكم، يعني مديله دورميكم او صرت اديته دورميكم 10 سنتي يعني. 10 سنتي 10 ملي جرام يعني؟ لا 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 الامبول الخمسه حليته يعني I diluted it على 15 على سرنج 15 واديته 10 سنتي منها which is يعني a lot.
بس خلي بالك قوي يا انت ما وصل ال 3 سنتي انت 3 مللي جرام بص تعمل ايه تديله 3 مللي جرام وعليهم 2 مللي جرام مورفين دي كده سيديشن وانالجيزيا وبتعمل له نوع من الاميزيا لما بيصحى ما بيفتكرش فاهم لكن الدايزيبام والجليتك جروف ميدازولام ده هو بيبقى اتس نوت انرجيزك وبالتالي بيفتكر دايما الاكسبيرينس اللي هي هارد والبين وكلام من فاهمني لما تحب تدي واحد حاجه حلوه يعني توسيديتين بلس انالجيزيا يبقى ادي مورفين بلس سمول دوز اوف ميدازولام تمام طيب انت اديته بقى زي لوكين بوم يعني زيلوكين بومب بريت بريت هو ساعتها برضو احنا برضو throughout the history احنا مكملين هو البيشنت مش سيمتوماتيك حطيته ساعتها الكونسلتنت قال خلاص طالما البيشنت is refusing يمضي ان هو refusing ويتحط على زيلوكين بومب بريت بريت 6 ساعتها العيان فضل at least a good 20 minutes بعد ما حطيت الزيلوكين بومب يعني أنا اديته loading 5 سنتي في 5 سنتي زيلوكين وبعد كده حطيته على البومب فضل تلت ساعة برضو VT بس بعد كده الـ ECG رجع على non-mesurant rhythm خالص ده الـ ECG بتاعه النهاردة الصبح وده الاي سي جي بتاع يعني هو نفس الاي سي جي بتاع امبارح العيان مفيش اي بي في سيز مفيش اي حاجه بس عايز اقول لك يا جماعه خلي بالكم ان انت لما كنت بمر عليك كان بقاله 4 ايام على اورال اميدارون ووقفوا الانترافينس اميدارون والانترافينس طبعا بيشتغلوا بسرعه وبيستوب انستنتينسلي او ما توقفوا بينما الاورال وي نيد اتليست 5 دايز لو انت بتديله اورسين 3 مرات لمدة خمس أيام it will need five days to make him saturated بالكوردرون الأميدرون علشان يبدأ نتيجة كويسة أعتقد إن إحنا في اللاج ده يمكن إيه كان هو الحمد لله وصل إلى الليفل بتاع الأميدرون في البلد اللي خلاه يبقى كويس لكن أنا ما عنديش QT interval هنا مش طويلة قوي يا عمر فيمكن يعني لا مش طويلة هو بس اللي أنا بفكر فيها دكتور أسامة إحنا في الغالب هنحتاج ICD فإحنا محتاجين نعرف لما دي أرجمت بس أنا بس الحتة دي هنناقشها دلوقتي حالا لأن بس ماشيين خطوة ما هو بالضبط هي دي هي دي الفكرة هو دلوقتي بقى هنا كده لو استابيلايز يبقى النهاردة الصبح الحمد لله استابيلايز وما عندوش إيه لا خالص ده يعني ده الاي سي جي بتاعه throughout the day يعني عملت له كذا اي سي جي بعد كده ده الاي سي جي بتاعه throughout the day يعني الدي ورك كله طيب هل احنا هنحتاج اي سي دي as secondary prevention alone ولا ablation احنا بقالنا كم يوم من الانفاركشن الاولاني من اخر الانفاركشن الاولاني كده عدى عليه الانفاركشن الاولاني كده عدى عليه 5 ل 6 اسابيع وطبعا المفروض بيعدي 40 days او 45 days من الميكاردين انفارشن وبلس الفي ديسفانكشن اللي هو 30% هو يعني هنستنى شوية يعني مش مشكلة طالما خد اميدارون بقى كنترول لكن طب رأي الاي بي اي طيب هم مجموعة لا هو في الحياة على ما نعمل الورق وكده دكتور أسامة بياخد وقت شوية انا فاهم يعني لو احنا عدينا 40 يوم من الانفاركشن اللي فيه سي بي كي رايز محتاج اي سي دي طبعا طيب كان رأي كونسلتنت ساعتها ان احنا نبتدي ننزل بزيلوكين وان احنا يعني هو هي يعني ونبلغ نبلغه بالاي سي جي بكره يعني نبتدي يعني لو حصل لو كملنا على نفس الاي سي جي هو الراي الكونسلتنت وراي كذا حد في مجموعه الاي بي عندنا ان هو اللي عنده should be managed conservative ده كان رايهم ايوه ما انا هم مش متحمسين يعملوا اي سي دي يعني هي حتى هي نعمة سالت متهيألي كذا حد في مجموعه الاي بي وكان هم ما كانوش يقدروا يحضروا معانا النهارده بس هي معاها ارائهم يعني انا بس نعمة قول لنا كده نعمة نزلوا ان هم مش هيقدروا يحضروا عندنا بوينتس طب قول لنا رايهم ايه
الصوت قول لنا رايهم ايه، صوتك مش مسموع. ايوه دكتور نعم. مش هو المعروف يا دكتور اسامه المفروض ده يركب اي سي لو 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 عدى على 40 يوم من الفرق. دكتور حسين حضرتك سامعني؟ اه سامع كده. قولي انت رايهم رايهم ان احنا عندنا تو اكيوت ايفنتس ايفنت من 40 دايز بالظبط، اللي هو اول ايفنت للعيان، وي ايفنت الثاني اللي هو عندنا الايفنت البيشنت بريزنتد بالنسبه لنا. بالنسبه لنا عشان البيشنت يركب اي سي دي لازم يكون عدى عليه 40 دايز، 40 دايز من اخر ايفنت مش الايفنت الاولاني. طيب الدايليما الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها ان البيشنت كان بعد ريفاسكولاريزيشن حوالي 48 اورز البيشنت ما بيدخلش في تي، وده كان الكونسلتنت اللي متابعه من الاي بي كان رايه ان البيشنت بالنسبه لنا قد يكون ريفاسكولاريزيشن وقد يكون سكار ريليتد من الريكرنت في تي. وسالت على فكره الديوريشن بالسكار ريليتد، فاحنا بنتكلم في 40 دايز من الايفنت الاولاني، فده لا يمنع ان ممكن تكون سكار ريليتد. طب بالنسبه لنا في ديبيت على فكره ان البيشنت هل دي ال في ثرومبوس ولا ده زي راي السينيور ستاف ان ده انفلتريشن، لان لو هي ريفراكتوري في تي هنضطر نعمل ابليشن. ففي الحالتين احنا عايزين نعرف هل هي سكار، يعني هل هي دي سكار ولا دي انفلتريتيف، لان هي هتفرق معانا في الـ في الديسيشن. كان راي السينيور العمل الاكو ان احنا نعمل كارديك ام ار اي. فبالنسبه لنا دلوقتي هم بالنسبه لهم مش هيبقى غير اوبزرفيشن للبيشنت مده 40 يعني هم بتوع الاي بي دي فوت فور ويتنج. انا برضو معاهم ويتنج ميديكال تريتمنت. لا هو في اهم من كده دكتور اسامه، انت ما تركبش اي سي دي عيان اللايف اكسبكتنسي بتاعته اقل من سنه، احنا مش عارفين الديزيز الهيماتولوجيكال ديزيز اللي عنده ده ايه موقفه خالص. احنا لسه هنرجع تاني للاي بي دول، اللي قصدي بتوع الهيماتولوجي لازم يقولوا لنا اكزاكت دايجنوزيس بتاع الهيماتولوجي، يقول لنا ايه موقف العيان ده. لازم يا مايكل نكلمه بالظبط لازم. اه حاضر يا دكتور. حاجه يعني بالتفصيل نقول له بكره الصبح هحاول اتواصل مع حد هيماتولوجي هناك. طيب يبقى احنا كده اتفقنا على اتليست ان مين تايم هندي دول انتي بليتلتس، وهنشوف المده بقى نتناقش فيها ان 3 مانثس مثلا، ونرجع تاني للسنجل انتي بليتلتس ولا 1 مانث. انا رايي ان هو الثرومبوتيك تندنسي بتاعته از هاير ذان ذا بليتنج تندنسي، واعتقد ان هو يتسورت. احنا مش عارفين يعني طبيعه الديزيز ايه اساسا، هم يسالونا الاول اللي قدامنا هنسال، بس اللي قدامنا حاليا هو جاله ثرومبوز او ما بطل البلاتلتس، يعني برضه هو بيدوبك يعني لمس، على عكس ما الواحد توقع. وقف ده كان بلافس بس وقفه ماشي، ما هو كان ممكن يبليد من او ما ياخد بلافس يبليد، يعني هو ده موقفه كده. النقطه الثانيه اي سي دي، انا برضو اي فوت فور ان احنا ناجله شويه ولما يبقى ستابلايزد خالص، ونشوف الدرون نشوف الفانكشنز ثاني. كان راي كذا حد في مجموعه الاي بي ان احنا ايفن اف احنا لو وي اوبتد ان احنا نركب للعيان ده دلوقتي اي سي دي، هو هيدخل في اي سي دي ستون بمنظر الفريكوانسي بتاعت الاي سي جي دي، هو يدخل في ابروبريت اي سي دي ستون. هو طبعا هيحتاج غالبا لو هيعمل اي سي دي هيحتاج ابليشن، فاحنا خلينا بس ايه يعني نستنى عليه شويه تكول داون كده وربنا ييسر الميكاردم يشد حيله. هو بياخد طبعا انتي فيلر قويه، انا شفت بياخد هو ماشي على سبيكتون وترايتيس ماشي سبيكتون وترايتيس وفورسيجا وكونكور ايه ده الزول ده ستاندي ميولو كلها حاجات للفوليك اسيد والايبوبويتين والدلتافات، كل الحاجات دي بون مارو سبورت للعلاج بتاعه. والله يا ابني ايبوبويتين ده 3 تايمز بيوريك ده اخر ثرومبوجينيك يا عم، والله هي الراجل يعني مستحمل يعني الحمد لله. انا بس نفسي نزود الكونكور شويه دكتور اسامه، البيتا بلوكر مفيده جدا هنا. كم هو عنده الهارت ريت بتاعه؟ هارت ريت النهارده كان رينجينج 80. خلاص يبقى خليك كونكور توايس 2.5 زي ما دكتور عمرو بيقول لك ده اتليست توايس. ده انا زوده ل 10 حتى يعني احب كده تمام. اوكي وهو ما بياخدش ياخد هيس انهبيترز برضه هتكون البلاد بريشر بتاعه كام دلوقتي؟ بلاد بريشر بتاعه رينجينج 100 160 110 60
ده throughout the admission هو ده ضغطه even if طبعاً episodes بتاعت الفي تي مايكل. بس انا عايز يا معلش ما تزعلش ما لازم تدينا برضه كلينيكال هنت كده على كلينيكال اكزامينشن بتاعك. هو انا الصورة يا دكتور هو انا اكتبها في الاول يعني اكتبها في الاول بس هو هو البيشنت مش باين بس مثلا كان اورثوبنيك مثلا كان عليه اسم لا خالص خالص البيشنت واز سين اورينتد ابون اكزامينشن في الاي ار patient was seen oriented to time, place, and person. Normal facial, normal decubitus, average build, no jaundice nor cyanosis. Blood pressure بتاع العيان كان 100 over 70. Chest auscultation was clear. Normal heart sounds. كان عنده weak peripheral pulsations. Peripheral, I mean for lower limb. بس no edema. كان وكانش decompensated. كان lying flat. والsaturation بتاعه ساعتها كان 97%. طب يعني ايه ويك بالس؟ يعني عنده قصدك بريفيرال فاسكولار ديز؟ لما تعمل له بقى دوبلكس على رجله دي هتشوف ايه الحكايه. ممكن يعني بص بصه كده اول عشان يطلع فعلا حاجه اثيروسكلروتيك بقى وديفيوز. الليبيد بروفايل بتاعه قد ايه صحيح؟ الليبيد بروفايل بتاعه انا مش حاطه بس هو كان within normal كان within normal range. ولا الثرومبس اللي اتشافت في الايكو الاولاني ده دكتور سامع تكون نطت واحنا مش شفناهاش في الثاني؟ والله يا عمرو انا شفت اللي قالوا عليه ده بشكلها يعني برضو questionable الحقيقه. هي كان في دكتور يعني كان دكتور المجموعه كان بتمر النهارده كان دكتور احمد نبيل كان انا وريته الصوره الايكو ده قال لي impossible ان يبقى ده الشيب of a thrombus. ده probably هو كده هو دكتور احمد نبيل ماشي مع ان ده الحقيقه يعني ما تبقاش كده يعني خالص كده. انت بتقول ان في ايكو قبلي قال ان في ثرومبس ممكن او كان في ثرومبس ونطت. اوكي بس هو البيشنت حس البالسيشن عشان الثرومبس بس هي ويك بالسيشنز والبيشنت الاكستريميتيز بتاعته مش كولد هي وورم والبيشنت ده نعمل له دوبلكس بس عارف اعمل له دوبلكس اعمل له دوبلكس يا ابني وخلاص. حاضر يا دكتور حاضر اعمل له الاثنين حاضر يا دكتور. طيب احنا كده اتفقنا على معظم الحاجات بس فاضل مهم جدا نعرف الدياجنوستس البروبر بين بتوع الهيماتولوجي و نمره 2 ما احنا قلنا بلاش بيك 7 بقى خلاص خلينا كده. انا حاطه اون هولد انا اون هولد ابون الريكومنديشنز بتاعت حضراتكم واعتقد ان احنا يعني بس يمكن بقى نتناقش معاهم طبعا هل ناخد دول ولا لا وشورت سبيريد طبعا بالنسبه لنا احنا كانت الاونكس دي بمدي 3 مانثس وفي ستارز على 1 مانث. انا اسال سؤال بقى عايزينكم تجاوبوني عليه كده هو لو كان خد برليك الريسك بتاعه في على البليتلتس اكتر ولا اقل من البلافكس؟ حد يعرف حاجه زي كده على كده؟ هو البليدنج بتاعه اعلى يا دكتور اسامه لكن البليك يعني از ذا سيفر ريسك عامه. انا فاهم بس انا قصدي هل هو يعني سيفر بالنسبه للبليتلتس؟ دي حاجه تتراجع برضه عشان ايه ما دي ما هو دي محتاجه نتسال احنا والله لغايه دلوقتي احنا مش عارفين الديزيز اللي عنده دكتور اسامه. لا يعني هو بليتلتس واطيه حتى الان كان هل كان عنده بقى انيميا ولا لا ووايت سيل كاونت واطيه ولا لا لازم نعرف منه لازم. طيب يعني طبعا زي ما شفتوا يا جماعه حاله تشالنجينج جدا في ليس في الدياجنوز ان كل حاجه واضحه جدا ولكن في المانجمنت بتاعتها ستيب باي ستيب وارجومنتس وديسكشنز على مستوى يعني عالي من يعني المناقشات اللي هي يعني ديزيز صعب والديسيجن صعب يعني واحد كل حاجه بيقولها ما بقاش مستريح 100%. احنا هنركز دلوقتي على زي ما احنا ماشيين كده اهوت وهناخد نتناقش معاهم في هل نحط دول انتي بليتلتس والدياجنوزز بتاعهم بالظبط ايه وهنكيب اون اوميدرون ونزود البيتا بلوكر شويه زي ما قلنا دكتور عمرو قال لك 2.5 تويس. اوكي يا دكتور وهنراقب الفي تي لو اتحسن على كده يو كان ديسشارج هيم اند عايز تعمل سي ام ار لما يخرج مفيش مانع يعني ممكن نحجز له معاد سي ام ار يعني ماشي هو يديك هو بس عايزين نعرف كمان البروجنوزز بتاع الديزيز ده ايه مش الدياجنوزس بس والبروجنوزس لان انا هسالهم كل الاسئله اللي حضراتكم طرحتوها هسالها للهيماتولوجيست. لو اللايف اكسبكتنسي بتاعته مش ليميتد ما ركبلوش اي سي دي من اساسه
بس انا ما اظنش اللي هو الليميتد، يعني قصدي الحاجات اللي مثلا مالينجنسي بتاع فاهمني، لكن كون ان عنده مثلا هارت فيلير وهو ماسك نفسه ما تقدرش تقول لايف اكسبكتنسي ليس ذان 1 لا لا لا، مش من الهارت فيلير، من الديزيز نفسه يا دكتور اسامه. احنا مش عارفين قصدك البلاستيك، انا مش عارف بصراحه. لكن الهيماتولوجيك ده، الهيماتولوجيك ديزيز ده، هل ده فعلا في لايف اكسبكتنسي مش طويله؟ طبعا خلاص يعني ملوش لازمه ان انا اركب اي سي دي، وخصوصا ان انا عندي ليميتد فيري ليميتد ريسورس. اعتقد ان احنا كده لو ان شاء الله. هو الحقيقه دكتور اسامه انا شفت كذا مريض زي كده يعني، ومعظمهم البروجنوزس بيبقى كويس، لان هي بتبقى زي بون مارو انفلتريشن بدرجه ما، وما بتبقاش اكتوال مالجنسي. يعني انا في عيانين انت تبعتهم سنين، واللي توفى منهم توفى من القلب في الاخر، مش من المشكله دي. لكن كنت متابعه دايما مع دكتوره حنان حامد ان احنا نحط البلافيكس، نشيل البلافيكس لما البليتلتس تنزل اكلمها، فبتدي له حاجات ارجنت بسرعه تزود له البليتلتس وهكذا. في الاخر الموضوع كله ان هو السبونتينيوس بليدنج عاده ما بيحصلش غير لو نزلت البليتلتس عن 10,000، غير كده ممكن يحصل بليدنج وذ تروما. 10,000 انا مستغرب، اعرف ان 40,000 حاجه كده. يعني هو ده اللي انا كنت قريته، انه الكلام ده اللي هو بليدنج اون تروما وبروزز وحاجات زي كده ماشي، لكن سبونتينيوس بليدنج، سبونتينيوس سيريس بليدنج، مش متكلم على بيتيكي ان يجي له مثلا جي اي تي بليدنج او سيفير ابيستاكسس مش قادرين يوقفوه، عاده مش بيحصل غير لو اقل من 10. ان لم يكن هناك ليمفوما او مالجنسي انفلتريتنج البون مارو، هي مجرد النوع اللي هو الكرونيك الراذر بناين اللي بينفلتريت البون مارو على مدى سنين، عدد المرضى دول بيموتوا من القلب مش من المشكله بتاعت البليتلتس. طيب احنا برضو نستانس برا دكتوره غدا، لكن برضو هناخد منهم حاجات دوكيومنتد عشان على ضوءها نحدد البروجنوزز واذا كنا نحط اي سي ولا لا. طيب اي حد يحب يضيف اي حاجه يا جماعه في ليا؟ بس كومنت بسيط. هو من البدايه هو سن العيان 34 سنه، شكل الكرونريز في الانجيو يعني ما اعتقدش ان هي تميل اكتر الى الباثولوجي بتاع الاثيروسكلروزس واثيروسكلروتيك بلاكس وحصل ثرومبس. لا اعتقد انه في فروم ذا ستارت يعني ان الايتيولوجي للكرونري ارت ديزيز عنده هو ثرومبوزس اكتر من انه اثيروسكلروتيك فيسل ديزيز، وان العيان ده ليتر اون موضوع الانتيكواجلانت اعتقد انه بتوع الهيماتولوجي كانوا بوشنج ان هم يحطوا انتيكواجلانت بدون سبب واضح علشان الاحتمال في ال في ثرومبس مش احتمال. بس انا اعتقد انه مش بس ديوال انتي بليتلت اللي عندها هيحتاجها، اعتقد انه هيحتاج اضافه ولو حتى سمول دوز انتيكواجلانت. انا ده رايي، انا ما اعرفش راي حضراتكم ايه في النقطه دي. وعندنا دوكيومنتيشن، عندنا دول انتي بليتس عشان ننقذ الستيم. لكن النقطه اللي بتقولها والدكتور عمرو بيقولها ان ذيس مان دازنت لوك لايك اثيروسكلروتيك، ده كلام مظبوط. وانا دلوقتي فكرتني انت ان قد يكون الاريثروبويتين ده هو في واحد زي كده هو اللي عمل له الثرومبوتيك تندنسي اللي جابت له both the first and the second infarction والستنت اوكلوجن. فدي برضو حته تتحط في الاعتبار لما نتقابل مع حالات زي كده، وفعلا مش واضح قوي ولا ديسليبيديما ولا فاميلي هيستوري. الحقيقه برضو لازم الواحد يفكر بالطريقه دي. اشكرك يا دكتور عماد، انا برضو هنحاول نراجعهم تاني، وهل لازم ناخد الدوز الكبيره دي بتاعت الاريثروبويتين دي دوز كبيره وفي واحد اصلا ثرومبوتيك وكسر على انيابه بالثرومبس العنيفه اللي حصلت في الاول وفي الاخر والسو فار في تي اللي هي كانت صعبه وكده هو يعني. برضو الحقيقه مش ديسكاس ذس ويذ ذم، ويعني ان شاء الله ربنا ينصر. يعني زي ما شفتوا كده الحاله مش دياجنوز يعني مش صعبه ابدا، انما طبعا التريتمنت في كل خطوه تقريبا في تشالنج، ودي هي كده يعني الكارديولوجيا ويعني بمعنى صح الميديسن في تشالنجز، وبتدعي ربنا بقى ربنا يوفقك لاختيار الحاجه اللي تبقى مفيده. احيانا ساعات على فكره بدعي دعاء الاستخاره لما اغلب قوي واقول يا رب العلم هنا خلاص وقف في يمين وشمال قريبين، فبقول يا رب لو فيها خير لي نديله كذا عشان الواحد يوصل لحاجه، ونسال وفقه كل ذي علم عليم زي ما احنا عارفين. شكرا يا جماعه، شكرا دكتور عمرو دكتور غاده، شكرا يا مايكل دكتور حماد النواب ولادنا، وان شاء الله نلتقي باذن الله المره الجايه. ربنا ان شاء الله خير يوفقنا، واحنا نرفعها ان شاء الله على اليوتيوب
باذن الله للي هو يحب يبص عليها ان شاء الله. دلوقتي بس انا عايز منك يا مايكل، انت الهوست دلوقتي، فانت عايزك توقف الريكوردينج من عندك. أوكي. عشان انت الهوست اللي هتقدر تستوب. اوكي. واحنا عاملين ريكوردينج على الكلاود، خلي بالك مش على الكمبيوتر. وهي دكتور نعمه ترفعها ان شاء الله، وممكن بقى احنا نسميها يعني مايوكاردال انفاركشن with a plastic anemia and VT. يعني انت لسه ما وقفتش التسجيل. انا وقفت.